نحن بصدد الآن يعني ندوة صحفية ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم من أجل تسليط الضوء على أولا الدواعي ديال المعركة ديال الشغيلة التعليمية في مواجهة هذا التصعيد الذي مارسته وزارة التربية الوطنية عبر يعني الفرض ديال النظام الأساسي مجحف بعيد على الانتظارات ديال النساء ورجال التعليم، بعيد على ما وعدت به الوزارة في الحوارات ديالها وفي اللقاءات ديالها. إذن كذلك بالنسبة للنظام الأساسي اللي الآن أصبح يعني الحديث ديال العامة، احنا كنعتبروه بأنه نظام يعني ديال المآسي ونظام يجب أن يسقط. إذا المعركة ديالنا الآن هي معركة من أجل إسقاط هذا النظام الأساسي اللي هو يعني فرض حوار قطاعي يعني مسؤول اللي تكون فيه المطالب ديال النساء ورجال التعليم يعني على طاولة يعني المفاوضات وتحل وتجاوب عليها بشكل يعني بعيد على الإكراهات ديال الميزانية أو الإكراهات ديال يعني الموارد المالية، وفي مقدمتها يعني لرد الاعتبار للنساء ورجال التعليم عبر الاعتذار ديال لأن تعرضوا للقمع يوم 5 أكتوبر والساحل والاعتقال إلى غير ذلك، كذلك الزيادة في الأجور، مسألة ديال مراجعة نظام ديال التعويضات، مراجعة الأرقام الاستدلالية، ضمان الحق في الإضراب، ضمان الحرية النقابية. وكذلك نحن الآن مقبلين على محطة نضالية يعني في أخرى خلال الأسبوع المقبل والأسبوع الذي بعده، واللي غادي تكون عبارة عن حركة إضرابية لمدة 3 أيام 24 و 25 و 26 مرفوقة ب يعني اعتصامات يوم 24 و 25 داخل المؤسسات ووقفات يعني أمام المديريات الإقليمية، بالإضافة إلى يعني توقف عن العمل خلال يعني يوم الاثنين والجمعة والسبت يعني الفترات ديال الاستراحة. وكذلك يعني عندنا محطة يعني وطنية يوم 7 و 8 كاين إضراب وطني نوفمبر مرفوق بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان للوزارة التربية الوطنية مرفوقة باعتصام جزئي أمام المقر ديال الوزارة. إذن الآن المحطة يعني النضالية والاحتجاجات ديال النساء ورجال التعليم هي احتجاجات مشروعة. طبعا هذا التنسيق الذي يضم 15 تنسيقية ديال الأساتذة وغير الأساتذة متقاعدين وأطر الدعم وإداريين كذلك وغيرهم من هو المساعدين التربويين، وطبعا كذلك كاين النقابة التي تضم كذلك الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. إذا اليوم حنا تنظموا هذه الندوة باش نبينوا الرأي العام لعموم المغاربة والمغربيات ولكل من يهم الأمر بأننا طبعا كرافضين هذا النظام الأساسي الجديد، ونبينوا كذلك علاش حنا رافضين هذا النظام الأساسي الجديد، ونبينوا كذلك طبعا غادي نذكروا بالمحطة النضالية السابقة التي خضناها كتنسيق وطني وآخر المحطة النضالية ديال 5 أكتوبر 2023 اللي كانت محطة نضالية ناجحة بكل المقاييس، وطبعا لتسطير برنامج نضالي جديد غادي نسطروا اليوم، برنامج نضالي تصعيدي طبعا هو تم الاتفاق عليه في الاجتماع اللي عقدناه في صبيحة اليوم، وطبعا غادي اليوم غادي نعلنوا عليه هذا البرنامج النضالي. وطبعا جينا نوضحوا كما ذكرت على العيوب هذا النظام الاساسي ونوضحوا الرأي العام علاش حنا رافضينه هذا النظام الاساسي. طبعا اللي راهم شما تبعتوا بانه كما ذكرت نظام اساسي للاسف لم يكن في مستوى انتظارات ولو في حدود الدنيا ديال عموم النساء ورجال التعليم. نظام اساسي لم يلتزم بتسوية الملفات العالقة وخاصة الاتفاقات الموقعة بشكل نهائي مع وزارة التربية الوطنية ومع الحكومة، طبعا آخر الاتفاق ديال 18 يناير 2022 وقبلها مجموعة من الاتفاقات منها طبعا الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 واتفاقات أخرى. وكذلك باش نبينوا بأن هذا النظام الأساسي للأسف لم يخصص زيادة عامة في الأجور وكذلك في المعاشات، باش نبينوا أنه نظام أساسي كما ذكرت لم يخصص زيادة عامة في الأجور وأتقل كاهل الأساتذة بمهام إضافية جديدة. وطبعا يروم هذا النظام الأساسي أنه يتجه لضرب النساء ورجال التعليم ولا وخاصة للأستاذ. إذا اليوم سنقول هذا النظام الأساسي لم يكن في مستوى التطلعات، انتظرنا 20 سنة إصدار نظام أساسي عادل ومنصف إلا أن تفاجأنا بنظام أساسي تراجعي إقصائي يروم
ضرب ما تبقى من المكتسبات ويروم تدمير المدرسه المغربيه العموميه. لذلك كما ذكرت حنا خدنا معارك نضاليه قبلا وسنخوض معارك نضاليه جديده، ولن تتوقف هذه الاشكال النضاليه الا باسقاط هذا النظام الاساسي وفرض نظام اساسي جديد يضمن ويحفظ الكرامه والعداله لعموم نساء ورجال التعليم سواء المزاورين او المتقاعدين. تاتي هذه الندوه الصحفيه لاعلان عن انضمامنا كتنسيقيه للتنسيق الوطني لقطاع التعليم تحت شعار النضال هو سبيلنا لاسقاط نظام تراجعي. وهذه الفئه فئات منشط ومنشطات التربيه غير النظاميه اشتغلوا في الفيافي لادماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة ليجدوا أنفسهم عرضة للتشرد، عرضة للضياع بعد إحالتهم للتقاعد. إذا نطالب باختصار شديد باحتساب نطالب باحتساب سنوات اشتغالنا في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وفي التقاعد. وشكرا. هذه الفئة هذه اللي عرفت واحد الحيف كبير في المشوار ديالها ديال العمل الى حين التقاعد، وتقاعدات وتقاعدات وهي مظلومه. كيف هذا الظلم هذا؟ ملي تقاعدنا عطاونا سلم 11، ولكن ملي تقاعدنا خضعونا للاحتساب ديال 8 سنوات، يعني بدعوى ان ما كملناش 8 سنين في السلم، بينما حنا الملف ديالنا كان مطروح في الوزاره من 2012 واعترفت به جميع الوزارات المتعاقبه فعلى الوزاره الوصيه. ومؤخرا في الحكومه السابقه قالوا غادي نحلوا هذا الملف، فعلا حلوه ولكن حلوه بواحد الطريقه يعني جهنميه لو بغينا نقولوا بهذا الاسلوب. هذا خداو واحد الفئه من 2012 الى حدود 2015، هذوك هما اللي حلوا فقط، عطاهم يعني واحد اثر رجعي مادي ومعنوي ومالي والى اخره، في حين من 2016 فما فوق هذه الفئه كلها تقصات وخرجوا بزيرو درهم في التقاعد ديالهم. كيف يعقل ان واحد عنده سلم 11 بينما في الاجره ديالو ملي كتلقى في الاجره تزادت له 4000 ريال في سلم 11؟ راه هذا منكر. فهمتي؟ هما قالوا لنا بان غادي نديروا يعني تحسين شروط الترقي، ما من طبقوها مع هذه الفئه فقط اللي هي من 2012 الى حدود 2015، بينما من 16 فما فوق خضعونا حنا شنو قالنا؟ التقيد في لوائح الترقي. فهمتي؟ إذا هذا الشيء الوزارة أو الحكومة بصفة عامة علاش دارت هذا الحل؟ غير باش اقتصاديا، فهمتي؟ باش ما يكلفهاش. وعلنوا أمام الملأ في البرلمان، واللي أعلن آنذاك هو رئيس الحكومة السابق سيد سعد الدين العثماني بأننا حلينا الملف، أعلن الناطق الرسمي آنذاك بأن الملف تحل، أعلن السيد أمزازي بأن الملف تحل، وهو في الحقيقة راه ما تحلش. راه مازال لحد الان الناس كيعانيوا في التقاعد ديالهم، الناس مرضات، الناس كيمرضوا، منهم من انتحر. علاش؟ لان سمع بان كاين الحل، مشى دار كريديات وراهن على انه غادي تجي واحد 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 يجي واحد تذكير يعني كبير كيف مجال الخوتو، بينما ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. والان راهم الاخوان مازال موجودين في الساحه والحمد لله اللي كاين هذا التنسيق هذا، نحن دخلنا دمجنا في هذا التنسيق هذا، وكنطلبوا من الوزاره الوصيه ان تعيد النظر في حل هذا الملف ديال هذو ما يعرف بشيوخ التربيه. هاد الناس هذو راه قضوا 40 سنه في التعليم، هما اللي قرروا هاد الاطر الان اللي هي في الوزاره اللي في الموارد البشريه، هما اللي قرروهم. كيضحكوا علينا بكل صراحه، فهمتي؟ اذا فلهذا يعني المطلب الاخير وهو انصاف هذه الفئه من ضحايا النظامين، وذلك بتعديل المرسوم 504/02/2019. وشكرا.